حبايبي جريد 3 تعالوا كده نعمل اسسمنت، نعمل ريفيجن على حاجات خدناها في شابتر 10، وطبعا بناخد حاجات تاني من القديم. طيب احنا لما جيت اديت زمايلكم ما اديتش كل الامتحان، انا بختار لك حاجات معينه وما تكررش، فانا اخترت معاهم نمبر A ونمبر B ونمبر D. اشمعنى؟ هقول لك ليه دلوقتي. اول هام حبيبي، تعال بس الاول نكبر القلم عشان ما اعرفش ليه صغر. بص معايا لو سمحت، دايما اقرا المساله بالراحه ما تتسرعش. الراجل ده بيقول لي بارامتر بتاع سكوير والسايد 6. اسمع حبيبي لو سمحت يا مستر، انا هقسم البورد لحتتين، عاوز اعرف البارامتر بتاع الريكتانجل، وعايز افتكر البارامتر بتاع السكوير. البارامتر بتاع الريكتانجل عندي 3 فورمولا، عندي 3 قوانين، عندي 3 رولز. ممكن اقول L بلس L و W بلس W وممكن اقول 2L و2W وممكن اقول L بلس W، يعني اخد اللينث والويتس واعمل تايم 2. يبقى ممكن دي، ممكن دي، ممكن دي. طيب لكن لما اقول سكوير، السكوير السايد از ايكوال، يبقى باخد السايد واعمله تايم 4. ادي الرول اللي المفروض اكررها كتير. نرجع للسؤال، الراجل ده بيقول لي السكوير السايد بتاعه 6، هنكبر عشان نشوف اوضح. فاقول له السكوير لما يبقى السايد 6 انا عاوز البارامتر، هنختار انهي رول؟ ها مين عايز يقول معايا؟ ها يا حمزه؟ الله عليك، السايد تايم 4. السايد بتاعنا بكام؟ يبقى 6 تايم 4، وال 6 تايم 4 بالراحه. روح لو سمحت عيد مره واثنين. طيب تعالى نرجع تاني لدي، يبقى دي الرول اللي انا محتاج اذاكرها. تعالى كده ندخل على معلومه تانيه. بص حبيبي، الراجل ده بيقول لي ثيرد اوف 15. اسمع وافتكر معايا، اقول له المستر علمني لما اقول لك هاف اوف مثلا 10 تقول لي اعمل ايه؟ ها يوسف فكر يا يوسف بالراحه. هو عارف، اصبر يا صلاح، هو بس بيبقى متلخبط. بالراحه يا صلاح، هو عارف، هو بيقول صح. الله، بس انا عايز دي. يبقى لما اقول لك هاف اوف كذا تقول لي باخد النمبر ده اعمله ديفايد 2. طب يلا نلعب شويه كمان. ثيرد اوف مثلا 15، ها يا مواد نقول ايه يا بابا؟ برافو حبيبتي، بس انا مش مهم عندي ايكوال كام، انا عايز مواده تقول لي هنعمل ايه. زي لما مواده تيجي توصف كده عنوان لحد تقول له خش يمين وبعدين شمال، انا عايز اعرف احل ازاي لما الاقي كلمه اوف. يبقى باخد النمبر ديفايد 2، اخد النمبر. يلا واحده كمان، لما اقول لك فورث اوف 20، ها يا عمر؟ شكرا، هو ده حبيبي اللي انت تعمله. يبقى نرجع لمسألتنا يا مستر، ثيرد اوف 15 معاذ نقول ايه؟ 3 معلش لو سمحتوا، لما اسال حد ما حدش يرد، ولو زميلكم اتلخبط سيبه وهيرجع يقول. طب حبيبي احنا اتفقنا في الديفايد ما ينفعش ابدا بالسمول، هيعيد تاني. طيب هنروح يا معاذ نشد حيلنا شوية لو سمحت. و15 ديفايد 3 كام يا معاذ؟ طيب يا مستر، دي كانت أول حاجة بدأنا بيها السكند تيرم. إيه يا حبايبي؟ إن أنا مديك 7 تايم 11 وبعدين بدأت أعمل إيه؟ بعمل ديستريبيوت. يلا حد يجاوب من غير، لا مواد أنت جاوبتي. ها يوسف جاوبت، ها يا عبد الحميد؟ تعال بقى نشوف عمر. بص يا عمر،
السيفن اهي سيفن، ركز يا عمر، السيفن اهي سيفن، يبقى هو خد مين؟ خد مين؟ شيل ايدك من على بوقك عشان اسمع. خد ال 11 وقسمها ل 2 نمبرز، خد من ال 11 كام؟ يبقى الباقي كام؟ بس حبيبي تاني يا حبيبي، تاني يا بابا لو سمحت عشان خاطري لحظه بس يا عمر، تروح حبيبي تراجع كل اللي انا بعمله ده. اسمع بقى يا مستر، لو لقيت 5 تايم 13، رحت هناك لقيته عمل 5 تايم وحط لي هنا 8، بلاش ال 8 استنى حبيبي اصبر يا بابا، مش شرط حبيبي انا حر، اسمع بس واسكت. ها يا عمر، اقول له الفايف هي هي، لو مش شايف اقف حبيبي، ركز يا عمر بقى اسرع شويه، الفايف اهي، يبقى هو بيلعب مع مين؟ هياخدها يخليها تو نمبرز، خد منها كام؟ يبقى باقي كام؟ فرتين خدت منها 7. علي صوتك حبيبي ما تخافش، هنلعب واحدة تانية لو انت برضو 7 تايم 11، خد ال 7 بره وجا هنا حط لي 10، يبقى 10 بلس كام؟ ليه؟ اقول له ال 7 ما لعبش معاها وال 11 قسمها ل 2 نمبرز، خد منهم 10، يبقى الباقي كام يا بابا؟ هو ده حبيبي اللي انا عايزك تروح تراجعه. طب تعالوا يا مستر نقول فكرة تانية، اقعد حبيبي. يبقى ده كان السؤال الأولاني، تعالى كده مع بعض نكمل في بقية الكويز، وعشان خاطري روحوا راجعوا كل التمرين. السؤال ده أنا اخترت منه دي بس، عشان أنا عايز أدربك على حاجة جديدة. لكن كل اللي فات إحنا قلناه، اسمع بقى. البرامتر بتاع ريكتانجل ال L ب 7 وال W ب 5، هل البرامتر اعمل تايمز؟ لا شكرا. الراجل ده خد ال 7 تايم ب 35، انت كده مش صح يا مستر. بس البرامتر للريكتانجل احنا لسه كاتبين، اخد اللينث اعمله بلس الويتس وبعدين تايم 2. لو سمحت نروح حبيبي اتعلم ان انت تشرح، ما تمسكش القلم وتكتب، اشرح عشان المعلومه تثبت. رحنا بعد كده للسؤال اللي بعديه، خدنا منهم اول واحده وتاني واحده ودي، لا ما خدناش السي. تعال نقول يا مستر ده فراكشن وده فراكشن، زي مساله جوين، احل ده واحل ده وبعدين اعمل كومبير، يعني اشوف مين البيجر. لما اجي اعمل لدول بلس يدوني كام؟ واحده واحده، هنا 5 وهنا 5، يبقى هنا 3 اوفر 5، هنا برضو هنا 5 وهنا 5 ناخد 5 بس اعمل ماينس، يبقى هنا عملت بلس لكن هنا عملت ماينس، وبحل وبعدين اعمل الكومبير، يعني اشوف مين البيجر. يا مستر مفيش بيجر، دول ايكوال يا مستر. المسألة دي ايكويفالنت زي اللي انت كنت عمال تقولها في الاسسمنت اللي فات. هنا 3 بقت كام؟ 12. ال 3 بقت 12، عملت لك ايه؟ 24. يبقى زي ما عملت اب تايم 4، يبقى ده دوت تايمز 4. برافو عليك، يبقى الانسر كام؟ 16. هو ده بابا طريقة الحل. لازم اقول انا بعمل ايه؟ لما اقول كتير عمري ما انسى. طيب شايف دي؟ برضه كنت لسه شارح، انا مديك نمبر وقلت لك ايكوال، يبقى انا عايز الايكويفالنت بتاعه. انت حر، انا يا اخويا حر، اقدر اعمل تايمز او ديفايد واي نمبر. طب استنى يا مستر، انا مش بمزاجي، انا مديك تشوز. بص بقى تلعبها ازاي، لو قلت الفور هتبقى 1، دي صغرت قلت يبقى عملت ديفايد 4. اسمع حبيبي وتعالي، 4 بقت 1، صغرت قلت يبقى انا بعمل ديفايد. يا 4 عشان تيجي 1 ديفايد 4، هل لو خدت 12
ديفايد 4 تدي 2؟ لا. شكرا، يبقى انت خرجت بره اللعبه. اعيد تاني يا 4، بس العب بقى مع اللي بعدها. يا 4 بقيتي 1، عملت لك ايه؟ ديفايد 4. يا 12 لو عملت لك ديفايد 4 تديني 4؟ لا. يبقى انت كمان لا. ادي يا حبيبي طريقه الحل. يبقى الاجابه بتاعتي هي اخر واحده. فهمتوا حاجه؟ لازم اتعلم اعمل كده. روح حل بفهم. انا بعلمك ازاي تشرح لنفسك، مش يلا بحل حدي بادي كرنب زبادي. ده حتى الزبادي غالي. طيب تعال نشوف بعد كده خدنا ايه. سبت الجوين ورحت لمسألة الفاميلي. فاميلي الراجل ده مديني هنا 24 وهنا 6، تفتكر الراجل ده ممكن يبقى كام؟ ها؟ حاضر مودة. حلو خالص، صح يا مودة فور. وصح ان انا بقى عايز اكتب ايكويجن حاجة فاكت. ثواني، تعرفي تختاري لي واحدة يا مودة؟ ها قولي كده. 4 تايمز 6. اسكت؟ لا وكمل. حلو خالص. عايز اعمل فاكت تاني. يوسف اقعد يا مودة. 6 تايمز 4. عملت كوميوتيتيف. عايز اعمل غيرها. يلا حمزة. 24 تايمز 4. الله ستوب. وده صدقني دربتك عليه كتير. انا مش عايز اقول مين اللي غلط، انا استغربت. يعني المفروض اخد 24 اعمل ديفايد. مره ديفايد 4 دي ديفايد دي عشان يديني 6، ومره تاني 24 ديفايد 6 عشان يديني 4. واعتقد ان انا دربتك عليها كتير حبيبي. خد بالك وبعدين لما حاجتك. طيب تعالوا كده نشوف برضو حاجه اسمها ستوري، واقول لك احنا قلنا زيها ولا لا. الله، ايه اللي انا مش عارفه اترجم، بس لقيت كلمه ايه؟ الله عليك. ولفت يبقى هنعمل ايه؟ وماينس نبدا بمين؟ هو ده حبيبي اللي انت تروح تقوله. فما تتخضش من المساله، وما تخليش حد يساعدك، انت اتعب وفكر. يبقى انا اهو خلاص، ما انا بدات اتعلم. يبقى ينفع ابتدي بالتوع السبن؟ لا. شكرا يا مستر. ادي مسالتي، مساله جميله، واتدربنا على البلس والماينس. اخد 7. خلاص بقى هبتدي ما اخافش من الحاجه. حاضر يا صلاح. حاضر يا صلاح. دخلتك على فكره تانية حلوه قوي. المساله دي جميله وعايز الطالب اللي يفهم. حاضر يا يوسف. طب قول يا يوسف. هنا بيقول لي ايه؟ فايند ذا سايد. المره دي اداك البارامتر بس عايز السايد. 6 ديفايدد 4. اكسلنت. الله يلا، حلوه دي يا يوسف. تصدق ان انا هديك 5 جنيه عليها؟ يبقى انا هنا انا مديك البارامتر، يبقى لو معايا البارامتر اعمل له ديفايد 4، يعني اخد ال 36 ديفايد 4 تديني 9. هو ده السايد يا مستر. الله عليك يا يوسف، دي 5 جنيه. تعالوا نشوف اخر فكره. اخر فكره بص كده، ما بعرفش اقرا يا عم. ما تخافش اعلمك فكره جديده. دي فكره جديده وسهله. الراجل ده بيقول لي ده شخص اسمه بيترو has 28 stamp. She put stamp on 4 package. يا مستر انا مش فاهم، معلش استحمل. How many stamp are on each؟ يبقى دي كلمه جديده. اول حبيبي ما اقول لك each بالبلدي يعني انا عايز الواحد. يا مستر ما انت قلت مش هترجم. اقول لك انا قلتها مره ما نقولهاش تاني. يبقى لما الاقي كلمه each تقول لي يبقى انا هعمل ايه؟ ها؟ لما الاقي each divide. طب ولما نيجي نعمل divide؟ يبقى انا معايا مين البيجر في دول؟ يبقى يا مستر 28 تعمل لها ديفايد 4 ايكوال 7. ايه ده حبيبي؟ يبقى احنا النهارده زودنا ليفل جديد. اول ما الاقي كلمه ايتش يبقى هنعمل ديفايد. اول ذا بيست. اتمنى تراجعوا الامتحانين دول كويس.